بداية المجتمع المغربي مجتمع صعيب ومركب وما كيتوقفش وما كيسكتش في غالب الأوقات في تقريع الدولة وتجريح فيها ونعتها بجميع الأوصاف بما فيها بنت القاف. كيحاول يقدمها في كثير من الأحيان أنها هي ذاك الوحش اللي كيسب كل ما هو جميل في حياة الأفراد ديال المغاربة. الدولة بطبيعتها أنانية لأنها كتحاول كتنزل السياسات ديالها الأرض بجميع الطرق والوسائل بما فيها العنف الغير المشروع ونزع الملكية والضرب والمحاكمات الغير العادلة وزيد القدام. لكن الدولة وهي كتقدم خطتها أو خطة ديالها في تدبير الأفراد وتحقيق ما أمكن من مطالبهم العديدة والمتنوعة واللي ما كتنتهيش كتلجأ في كثير من الأحيان إلى هذا الأسلوب البدائي وأكثر باش تفرض السلطة ديالها. في المقابل المجتمع المغربي بطبيعته المركبة هو الآخر أناني وما كيفكرش سوى في تفجير المكبوتات ديالو باسم الحريات العامة، وكيعتبر كل تحرك منه هو أسمى تعبير على هذه الحريات، وفي كثير من الأحيان كيصطدم مع الدولة من اللي كيحرق سفن ما يسمى بالمتعارف عليه، وكيعتبر حريته مقدسة ما يمكنش للدولة بأي شكل من الأشكال تقترب منها ولا تجاوزها أو تأولها في شي شكل أو تعطيها مضمون آخر كيف ما كانت النتائج. وكيوصل به الأمر في كثير من الأحيان إلى الاصطدامات مع نفسه من كيفقد البوصلة وما كيبقاش يعرف الأدوار الحقيقية دياله، وكيتحول هذا المجتمع المغربي في لحظة من اللحظات إلى مجرد قطيع أو حيوان جائع قادر باش يلتهم أي حاجة تجي قدامه ويحصدها في طريقه. هنا ينتفي وكيمشي هذاك المجتمع الخلاق المجتمع المغربي المبدع، وما كيبقى عندنا حتى آثار، مجرد كتلة من الأفراد كتجمعهم رغبات ومطالب أقل ما يقال عنها أنها أنانية وشهوانية، كتحرك في محيط من النزوات والفردانية المقيسة بعبارة كوني ناكلك ونهبني نهبك وسرقني نسرقك، وكينتشر الفساد والفقر والكبت، وكتبدا كتحقق الأغراض الخاصة العامة وكتسود الذاتية بعيدة كل البعد عما يسمو بهذا المجتمع ومصالح المواطنين. أراه المجتمع المغربي أراه عدو تاريخ طويل وتجارب عميقة في كثير من الأشياء اللي بدع فيها وباقيين كنستعملوها لحد الآن، ولكن مني كيلقى راسو ضيق ومحصور ما كيفكرش سوى في نفسه، هنا كيتحول لواحد المجتمع صغير جدا بلا أفق. ومن هنا في المجتمع الغير الخلاق ميمكن ليش أنه يجتمع على فكرة نبيلة وعلى المساهمة في بناء مدرسة للجميع وعلى محكمة فيها قاضي عادل وعلى مسؤول، يعني على حاكم مسؤول وعلى أطفال كيبدعوا وعلى شباب كتكثر العطاءات ديالهم وعلى شيوخ كنستافدوا من التجارب ديالهم ومن التاريخ الحافل ديالهم ومن أمهات عظيمات كيربيو الأبناء ديالهم بلا أنانية وبلا طمع. فهذا المجتمع اللي كيكون بلا أهداف وبلا مستقبل هنا كيساعد بطريقة غير مباشرة على استمرار الدولة غير الخلاقة، والدولة اللي عندها هاجس أمني، والدولة اللي كتقفقف ومخلوعة من كل شيء ومن أي تحرك ومن أي مبادرة خلاقة، دولة بوليسية بامتياز اللي كتحسب الأنفاس ديال الناس وديال المواطنين ديالها، دولة متهلهلة، دولة ديال الأشباح هشة لا حياة تذكر فيها. الآن وحنا كنخرجوا بسلام بشوية بشوية من هاد الكارثة ومن هاد الجائحة وهاد المصيبة ديال كوفيد والأضرار البالغة ديالها، كنحتاجوا إلى مجتمع مغربي خلاق أكثر من دولة خلاقة، لأن المجتمع المغربي هو في الأول وفي الأخير هو من يقود الدولة بالتوجهات دياله وبالاختيارات الكبيرة ديالته، وكيفرض صوته وذاته بإبداعاته القوية. أكثر من هذا كيرفض أي انحراف كيف ما كان شكله وكيف ما كان نوعه. المجتمع المغربي الخلاق هو اللي باستطاعته أنه يقود الدولة حتى ولو كان دولة ديكتاتورية. راح حتى النظام الديكتاتوري كينشط وكيكبر وكيرفرف ولا كترفرف الرايه ديالته عاليا في السماء من كيلقى مجتمع منحط حافظ فقط النشيد الوطني
وكيغنيه ولا كينشدو في كل مناسبة بلا ما يستوعب عمق هذا النشيد الوطني، كيشعر بلا ما اطمئنان والسلام، ونهار على نهار كيكبر هذا النظام وكيصغر هذا المجتمع، فكيتحول الدولة إلى غول، وكيتحول المواطن إلى فار، وكيتحول هذا الفرد في المجتمع من مشارك إلى راعي، وبعد فترة كيتحول إلى خادم خنوع. في الحالة هذه كتفقد الدولة الجوهر ديالها اللي تأسست من أجله، وهو حماية المجتمع والتقوية ديالته، وكيفقد المجتمع دوره الحقيقي في تحقيق التوازن والتصدي لأي انحراف. ومن هنا فالمجتمع الخلاق، المجتمع المغربي الخلاق، هو صمام الأمان لهذه النزاعات ولهذه التفرقة ولهذا الشيء اللي كنشوفه، باش نخلقوا الدولة القوية، الدولة المغربية اللي عرفناها يعني مدة طويلة في التاريخ المغربي، وكنفتخروا أننا مغاربة. وأي تدمير لهذا المجتمع المغربي هو تدمير لهذه الدولة القوية ولهذا التاريخ، لهذه البلاد، ضرب في عمق التاريخ والحضارة الإنسانية، وما يمكنش نزطمو عليه ولا ندوزو عليه يعني عسفة واحدة. ضروري خص هذا المجتمع الخلاق تكبر الطبقة ديالته ويتوسع، ويكون عايش بروح ديال التسامح وروح ديال الإبداع وديال التعايش مع جميع المكونات ديال المغاربة كيف ما كانت. المهم هو احترام هذا المجتمع والتاريخ دياله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.